دائما مع تصريحات يحيى والذي رد وبلغة تهكمية على تصريحات رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي الذي طالب بمراجعة قاعدة الاستثمار 49-51. تصريحات رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على 51-49 هو ضيفنا وجاي يهدر هو على مصالح جماعته. احنا الحمد لله جماعتنا ماهيش ماشيه في الاتجاه هذا، مصدر اطمئنان وابقاء بالسعاده بزيارته للجزائر.